وي بيان سيغ منا مازال حوايج بزاف نبدلهم، مي C'est tout est logique, hein. C'est comme dans tous les domaines. Hein. بس معاهم عائلتهم ومعاهم صحابهم ولونتوراج وهذيك وما نقدروش نديروا لو غاباتريمون يعني رابيدمون دي فوا باسكو اجراءات كبيره ساعات دي فوا تفوت على البروكيور دي فوا كل مره يعني كفايه كاين صعوبات شويه يعني باه تقدر تدي واحد للجزائر وين يا يموت واحد وحده في ظروف صعبه ما عندوش لاسيونس النقطه هذه تاع الموت يكون في اضعف حاله ممكنه من الناحيه الماديه ولا من الناحيه كيما يقولوها من ناحيه الصحه تاعو فوالا هادو الناس كيما يقولوها واش يصرا لهم كاين بزاف يقولوا باللي هادو الناس راهم راح يحرقوهم دونك المعلومه هذه جو بونس ماهيش صحيحه يعني 100% تقريبا كيعود واحد ما عندوش باه يتدفن الدوله هنا الفرنسيه هي اللي تتكفل بهم ويدفنوا في سكون ابل دي تيران جينيرو لو تيران جينيرال هو يعني مقبره جماعيه وين ما كانش خصوصيه الدين ولا احنا كمسلمين كمعلومه يعني كما يقولوها القبر راهو موجه للشرق موجه للقبله هادو الناس راح ما يكونش فيها يعني ريتوال دونك ما يتغسلوا ما يتكفنوا ما يصليوا عليهم ويزيدوا يدفنوا يعني في مقابر جماعيه هكذا وممكن يتحرقوا لي زوسمون تاعهم 5 سنوات لانه غير عندهم 5 سنوات حق في التيران جينيرال ومن بعد يخرجوهم كل منطقه كيفاه ينظموا يعني لي سيمتيير تاعهم المقابر الحالات اللي سمعنا بهم يعني هنايا في الناحيه في الناحيه تاعنا هنايا في ليون ضواحيها هو انه العائلات ولا الشركات المختصه في النقل والدفن هنايا في لا ريجون ما كانوش عن بالهم كيفاه يبداو حاجه يعني استثنائيه واحد ما عن بالو كيفاه واش لازم يديروا اول كيما يقولها اورغانيزم كونتاكتي كانت القنصليه في ليون هنا ولا في لا ريجيون وين قلنا لهم اسكو نديو الناس اللي مرض بالمرض هذا الجزائر ولا لا اول مره كانت لا كان النفي وبالتالي ثم العائلات هنا كانت محتمه عليها انها تدفن موتاها هنايا جات بعدها ان دوزيام اوبسيون اللي هي لي كافو بروفيزوار يعني صندوق مؤقت بانتظار يعني فوات الازمه ومن بعد باه نقدروا نديو الموتى لحد الان ما كانش يعني الطائرات نقل الاشخاص كان غير الطائرات كارغو اللي تنقل غير البضائع بيان سور حسب المعلومات اللي عندنا انه كاينه خصوصيه بالنسبه للصناديق تاع الموتى وين عندهم منطقه خاصه في الطائره يعني النقل راح يكون يعني بطريقه محترمه واش حنايا يعني الازمه هذه يعني ضرينا منها وهذيك لانه الناس اللي ماتوا بالمرض هذا يعني ما كانش عندهم ريتوال دونك ما تغسلوش يعني تكفنوا صح وصلوا عليهم الجنازه تاعهم كانت شويه يعني في اطار ضيق 5 عباد 4 عباد دي فوا دونك في اطار فريمون ريستران l'ordinateur. Ah, le code, tu as pas trouvé? Non.